سام بدنا نقول آل. طب نفكر في الغربة. وقت مش الطالية. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي. المهم معكم شيماء المعروفة بملا الضحكة شيماء. عندي 20 سنة، عندي العام الثالث في لافاك القانون. أنا عندي العام الثالث في لافاك. المهم مني خديت الباك كنت درت دفعت لواحد السونتر. انا صراحه ما كنتش باغا ندير لافاك، كانت عندي هاد الفكره كاع ديال لافاك، كنت بغيت ندير المسرح ولا نقرا علم النفس، كان كيعجبني بزاف الفلسفه. من بعد شي ظروف وهذا صافي قلت ما غاداش نقد انا على الكرا وبزاف الحوايج صافي، حتى الدار ما وافقوش ليا. صافي درت واحد السونتر باش نبقى نمشي في الطاكسي ونجي. من بعد ما قديتش عليه وانا ما عنديش مع الفرنساوي بزاف، داكشي علاش ما كملتش. قريت فيه 15 يوم صافي، لقيت هذاك الوقت فاتت على التقياد في لافاك. صافي جلست واحد الايام خدمت مع واحد مول المكتبه شي 15 يوم هكاك، وصافي من بعد لقيت راسي كنشوف البنات كيمشيو يقراو وانا خديت الباكز مع نقطه زوينه 14.86 وما غادي ندير حتى شي حاجه. صافي لقيت واحد السيد هو اللي وقف معايا صافي، وجيت درت لافاك. صافي من بعد انا كيسحب ليا غادي نجي على اساس انني دايره الحي. صافي لقيت راسي ان داك السيد شي واحد فهمتي ما اكذب علينا في داكشي ديال الحي. صافي جيت كريت ورا لافاك، كريت من بعد جيت هنايا كتكاري ورا لافاك في ديك البلاصه اللي فيها الغابه. من بعد جيت هنايا ودابا عندي العام الثالث. انا دابا كنقرا قانون، واخا ما كنحس براسي ما غاداش نعطي فيه بزاف وما غاداش فيه مزيان، وكنحس بشي حاجه اللي انا بحال تفرضت عليا ما لقيتش البديل. كنتسنى كنقول العام الاول انا بحال غادا نضيع هذاك الوقت، نتسنى بما خرج داك الكونكور ديال الجندارم وهذا وندفع ليه وان شاء الله يتيسر. وفعلا مشيت غوتو اليوم، مشيت دوزتو ومشيت وما كتبتش. صافي وفاخر من تما مني جيت قلت صافي عاتي، وكتئبت واحد الايام وليت في الاكتئاب كنقول صافي انا ما عندي زهر حتى شي حاجه ما مسقده ليا. من بعد صافي وانا ندخل تيك توك غير فتحت اول لايف، وكانت المشاهده اول لايف ليا كانت 64,000 مشاهده فداك اللايف، وكانوا بزاف التعاليق وهذا. ومني بقيت كنهضر وكبقاو كيقولوا لي الياس المالكي كتشبه هويا ستار صغير، هذا بقاو كيقولوا لي وكتعالى. صافي من بعد وليت كل نهار بحال هذاك اللايف، وليت تبليت بيه، وليت كل نهار لايف كل نهار. صافي وانا ما كنتش واخده هذيك تيك توك بواحد الجديه انني دخلت بانني باغا لا شهره ولا باغا شي حاجه، انا دخلت غير باش كنهضر معاهم كنرتاح داك المشاكل ديالي كامله كنساها، داك المشاكل وداك الشيء كامل اللي كندوز كنت زاف داك اللايف كنبقى كنعاود. وكنت حتى في الاول ما كنتش كنلوح الفيديوهات ديالي، من شهر 11 دخلت حتى شهر 3 عاد باش بديت كنلوح الفيديوهات. اول فيديو اول فيديو تلاح هزو شي واحد، كتلاحت فيديو ديال الحمار حاشاك وما قلتش شنو، كانت تلاح في الفيسبوك وصافي. من تما كان بداو كيقلبوا على الكونط ديالي صافي، وكان مشى ليا الكونط الاول وعاود درت هذا الجديد صافي، بقيت كنلوح الفيديوهات هادشي اللي كاين. كنهضر كنلوح فيديوهات بهذيك الطريقه ديالي، ما كنتعوج فيهم، ما كنقاد كنصور كما انا، ولا حتى انا فيا حتى انا نقاد شعري حتى انا لباس نبين فين، ولكن كنبين داكشي الواقع اللي بزاف الناس كيخبيو. هادشي اللي كاين. كنقرا المسرح، كيعجبني المسرح بزاف، ورا كان الحلم ديالي كيعجبني هادشي ديال التمثيل. ملي كنت صغيره كنبقى نلعب مع المسان كيلقاوني كنبقى نهضر بوحدي، كنبقى نتخيل شخصيات بعض المرات كنكون جالسه حتى كنبدا نتخيل شي حاجه، كنبدا نتشخص شي دور، ولكن فهمتي كنبقى نهضر مع راسي وكنبقى نكتب شي افكار
عندي واحد الدفتر كنبقى نكتب فيه ديك الحوارات. دابا نقدر في اللايف لا شي قدروا يقولي لي مثلي لينا شي دور ولا كيعطونا شي فكره كندير لهم عليها شي حاجه كبيره بحال شي عدوزه كيقولوا لي هضري لينا على مرت الاب على هضري لينا على مرت الولد بحال هكا كنعطيهم شي دور. صراحه كنقول له دخلت لذاك الشيء فهمتي هو العائله شويه ما غاديش يتقبلوا داك الشيء بزاف فهمتي وكنشوف هذاك الشيء شويه مام. انا صراحه راه حلمي كنشوف حلمي وبغيت نحققه لاني كنشوفه بعيد عليا بزاف هذاك الشيء علاش دابا راه كنمثل الفيديوهات اللي وريتهم لك كنمثل وما ما كنلوحهمش كنخليهم عندي في التليفون نسالي ونوريك شي فيديو وتشوف هو في اللايف كيبقاو يقول لي مثلي لينا مثلي لينا هذه مثلي لينا هذه مثلي لينا الكوميديا و الدراما هذاك المشاهد هذاك الشيء اللي كان يعني كان نقول لك بحال اللي قريبه ليا شي حاجه اللي قريبه ليا شي حاجه القريبه للشخصيه ديالي. العائلة ديال عدود ومن بعد أشوفك واصلة وناجحة وداك الشيء فهمتي قدروا إحنا عندنا واحد العقلية أي واحد ما كيقول لك خاصك دير داك الشيء للناس فهمتي اللي ما غاديش يهضروا فيك الناس راه داوين كي درتي الزوين كي درتي الخايب ولكن خاصك تتبع ما كيعرفوش هذاك الشيء ديال الأحلام ماش كيعرف كيقول لك غادا تقرا ديري معلمة تقرا بلتي راه تقرا تولي لي معلمة تولي لي شي حاجة فهمتي ما عارفينش هادشي ما عندهمش هادشي ديال التمثيل وهادشي ديال التلفازه وهذا ما داخلش ليهم ما يفهموش ولكن قدروا يتقبلوا من بعد. في الاول راه ما كانوش متقبلين صراحه كانوا كيقولوا لا وما خاصكيش دير هكا والناس كيقولوا بنت فلانه بنت فلانه حنا صيفنا فهمتي مشات تقرا ولا هذا ولكن الناس راه غادا تدويفك بالجميل ولا بالخيب ولكن ملي كيكونوا الوالدين ديالك فهمتي متقبلين اللي بغى يدوي انا ما كتهمنيش هضره الناس غير يكونوا والديا راضين عليا وباغين داكشي اللي باغا انا صافي هادشي لك هادشي اللي كنبغيت نوصل لهم انا ما كندير شي حاجه خايبه انا ما كنتعرى ما كندير حتى شي حاجه خايبه اللي غادي يهضروا لك الناس هاي يهضروا فيك هاي يهضروا كي درتي الزوين كي درتي الخايب. نفكر في الغربه بغيت نمشي للطاليان تعيد لي خلي صافي دابا وليت باغا نمشي لسان ها دابا وليت كنحس هاد الوقيته ماشي ديال اللي غادا هاد الوقيته خاصك هي ديري فيها الفلوس خاصك فهمتي ما بقاش عندي انا الوقت اللي نضيع 4 سنين 3 سنين كنشوف بزاف الناس ضيع 5 سنين من حياتهم دابا كيتقلفطو مساكن في الوزينات اللي خدام مساكن خد الاجازه وجالسه ماشي كلشي ولكن كاينين مساكن الناس انا دوز كريت مع بنات مساكن خدام في الوزينات ديال الطقاشر ما يدخلو حتى 4 ديال الصباح والربعه كيفيقو مساكن تامر كتقول لك انا خديت الاجازه وعدت 27 عام 26 عام ما تزوجت ما دارت حتى شي حاجه في حياتها انا كنقول هاد الوقت انا لا نضيع حتى انا راه مني بحالي بحال دوك الناس اللي ما خادوش داك التوجه الصحيح بحال انا جيت درت لافاك انا درتها غير باش فهمتي باش الناس راه كتقرا وصافي انا ما كنش ما خديتش هذاك الشيء انا كنبغيه ولا شي حاجه درتها انا راه باغاها من قلبي. المهم دابا بزاف الناس خدات الاجازه وقالت لي داك الشيء هذا هو الخطأ اللي ما بغيتش انا ندير كنقول دابا انا كندير هذا الشيء اللي دخلني بسبب هذا الشيء دخلت للتيك توك غير باش نسك كل نهار كنفيق كنقول واش هذا الشيء اللي كندير فيه انا هو الصحيح واش انا هكا كنت كنقرا مزيان وكتغدى مزيان وكون درت داك الشيء اللي باغا كون عطيت فيه انا دايره شي حاجه اللي ما باغاهاش هادشي اللي كان كيعذبني كل صباح كنقول ها هو المستقبل مجهول 3 سنين هي كتضيع والديك كيصيفطوا لك باش تخلصي الكرا كل نهار كل نهار هسا يوصل الشهر طيط صيفطوا لي راه خاصني نخلص الشهر وتي ما فاليدي موديلات ما دايرهش داكشي اللي باغا وداكشي اللي كترتاحي فيه. دابا بزاف الناس خدوا اجازه 4 سنين مساكنه ما كتشوفهم جالسين ولا صافي كتمشي ترجع لدارهم حتى كيزوجوها بشي واحد جا الوقيه وياه كريوا هادي خدمه بزاف دابا راه بداو كيجوني اشارات غير انا فهمتي باقا ما خايداش داكشي انا بحال كنقول لك
كنحس براسي بقى عادي، ماشي شي وحده مشهوره ولا شي حاجه. داكشي دابا راه كيجيوني اشارات، ولكن باش نفهم في داكشي خاصني تكوني تعرفي، خاصك ديري اشاره واحد الشخص كيتيقفك يعطيك هذاك المنشوج، ولا خاصك تعرفي جيبي لي دوك الناس. انا غدا ما عنديش خبره وما عنديش قدر، من بعد ان شاء الله. دابا راه كيقترحوا عليا بزاف الناس عروض، ولكن باقي عندي تخوف، فهمتي؟ عمرني الصراحه مشيت، ولكن فاش كنت نقرا في الليسيو هذا كنا كنديروا مسرحيات، تمشي فاش كانت كتكون عندنا شي ساعه خاويه ديما كندير جلابه وزيف في شكارتي، تكون عندنا ولا عارف هذاك الاستاذ ما جيت كنمشي ورا الليسيو نبقى نمثلو، نبقى نصوروا الفيديوهات ديما داكشي كيعجبني. وكنا كنجمع فواحد القاعه يبقاو يقولوا لي شي ما مثلي لينا، نبقى نمثل لهم. ومن هنا كنحط هذوك الفيديوهات، شي لا وريتك شي فيديوهات قديمه داكشي اللي كنديرو هكاك ديما كتلقايني ديما مصوره دوك الفيديوهات كنخليهم ما عندي، وليت كنلوحهم، كنلوح اجيو لوح انا هكا ما كنتزوق ما حتى حاجه، ها لحتو صافي. انا الفيديو اللي هدرت فيه راه كانت كطرى ليا الفيديو اللي هدرت فيه، واحد لقيت وليت كندير فيديو تاع على دوك الاغاني الشابه نبيله ولا هادو باش ما يهزوش دوك الفيديو، وليت غير الفيديو كنهضر فيه كيهزو لوحو في الفيسبوك. اش كنقول واش هضرتي ولا ما عرفت، الفيديو اللي هدرت فيه دويت فيه كيهزو لوحو في الفيسبوك. بزاف دابا تواصلوا معايا ولكن بلا ما نقول سميتهم من الاحسن. دابا انا الصراحه ما كندوي مع حتى واحد، بغيت نمشي كما عرفوني، كيف ما عرفوني في الاول في اللايف، وكيفاش عرفوني الاصدقاء ديالي وكيبغيوني، وهذا كنمشي في داك الشيء اللي باغيني، فهمتي؟ حيت هما اللي كيتفرجوا فيا، انا نجي نتبدل من غدا، فهمتي؟ انا لا تبعت هذوك بزاف البنات كيصيفطوا لي دابا وهذا، ما فهمتي؟ غدا نمشي نتصاحب معاهم ونولي ندير معاهم فيديوهات ويجيو عندي، هاد من بعد بنادم ما غاديش يحملك. انا بغيت نبقى بوحدي وبغيت نمشي في هذاك الطريق اللي بديت فيه نكمل فيها، كيف ما عرفوني نهار الوعاء ترى عام اوريت كنوريك اول لايف درتو راه باقي عندي سكرين، وديما كانوا من اول لايف ديالي كيبقاو يكتبوا لي شي ما غاد شهري، اصبري شي ما غاد شهري، غدا تشهري غدا توصلي ان شاء الله. وانا كنت خايضه هذا كنضحك كندير فيديوهات وكنضحك، ونقدر ندير لايف وانا نغسل الماعن، انا سير كان اي حاجه معاهم كنكون نرسم ولا شي حاجه كندير لايف ديما كل نهار، كنت لايف كنديرو من الصباح حتى الليل كل نهار لايف كل نهار. ديك النهار سير نعجن ودايره لي من لايف، خبزت معاهم طيت معاهم الحسوه. اطلاق من هادي في رمضان كنت واحد الواحد كنبقى نعايرو، كنبقى نعايرو والقشمر والحلوف، وكنبقى نقول هاد الاقاب كنبقى نقولهم هكا كيخرجوا ليا كوم مره نقول لي وسرق الزيت، كنبقى نقول والنمله الحمراء اللي صابه على الشتا، كنبقى نقول بحال هاد الارق. وما عرفت قلت الصراصير، وانا نقول الصرصور بقيت كنقول هاد الصراصير هادو، ومن بعد بقيت كنقول الصراصير الصراصير، كنت كنقول حتى الصقوعيه والصقوعيه الصقوعيه كنت هي كنقولها بزاف، كان ممكن يعيف في الاول السقوعيه، من بعد هادي وليت كنقول صراصير، وليت كنقول سلام صراصير سلام صراصير، ولات ليا فمي بزاف، وليت دابا صغرت كنقولها صرصورين. اش من دبيت دابا عاد كيصيفطوا ليا بزاف داك القناه قراو معايا في ليسي شحال هذا راه كانوا يدوزوا ما يقولوش ليا حتى السلام، خليهم نشوف دابا درك ما ولاو يصيفطوا ليا كوكو كي دايره لاباس انا حتى لدابا هذا شحال هذا ما كاينش كنبان ليكم عادي كندخل لهم في كيبقاو يجيو عندي الدريات بقاو يسلموا عليا هذا بغينا نتصوروا معاك، هذا كتجيني حشومه علاش تصور معايا واش انا شي حاجه غادي تصوروا معايا، كنقول لي ما تصوروا ولا هادشي ديك. شكرا لكم بزاف، وهادشي راه بالفضل ديالهم، راه بالفضل ديال التشجيع ديالهم والميساجات ديالهم الزوينه، شكرا لكم، شكرا شكرا سرتوري. وكنبغيكم بزاف، هادشي اللي نقدر نقول لهم. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.